أول ملاحظة أو نصيحة في مسألة الطلاق: لا تجعل الطلاق أول الحلول. لا تجعل الطلاق أول الحلول. الطلاق يا أخوان تشريع استثنائي، والأصل أن الناس يتزوجون فلا يطلقون، هذا الأصل، هذه القاعدة. لكن يبقى هناك حالات استثنائية الحل فيها والصواب فيها والخير فيها للطرفين وللمجتمع وللأولاد أن يكون الطلاق، لكن هذا الطلاق لا تجعله أول الحلول. أنا أفاجأ يا أخوان، يأتيني شاب حقيقة بس شهرين لسه متزوج، شهرين بالضبط، بيقول لي: أستاذ أنا فكرت وتمليت بالتفكير وكذا وأنا أريد أن أطلق. شهرين يا رجل. تأتيني فتاة تقول: يا أستاذ أنا صلي 6 أشهر متزوجة، هي وأهلها، تقول هي ويقول أهلها ويقولون: والله بنتنا تعبت كثير وما عاد تتحمل وصبرت ونفز صبرها. الله أكبر. قلت لها: يا بابا أنت يعني ب6 أشهر نفز صبرك؟ أنت شو دارسة يا بنتي؟ قال: أنا مهندسة. قلت لها: سامحيني، أنا ظننتك خريجة حضاني. يعني طفل الحضاني بينفص صبره فورا، يعني إذا بتقعده بالدرس هيك نص ساعة 3/4 ساعة ساعة بدي خلقه ما عاد يقدر يطيق أنه يجلس على الإطلاق، بس هذا الحضاني. أما ما معقول مهندس بنص ساعة ينفص صبره، هذا مو مهندس بلا ريب. مو معقول بنت من بناتنا مهندسة ب6 أشهر نفذ صبرها، ما في صبر معناتها، وتريد أن تذهب باتجاه الطلاق. من غير المعقول يا أخوان أن يعقد شاب على فتاة بعد 2 أسبوع تطلق هذه الفتاة، وفي عذر تتكلمه البنات ويتكلمه الشباب، بيقول: أستاذ أنا شفت هيك أحسن من أولها، بلا ما نعذب بعضنا لاحقا، فأنا من أولها مشان ما يعني تضايق أو تضايقني بدي أترك. ليش من هذا الأخ وهذه الأخت عندما يقول هذه الكلمة يخبرني بأنه لا يعرف شيئا عن الزواج، لا يعرف شيئا، أصلا مو عارف إيش هو هذا الزواج. الزواج إذا أردنا أن نضغطه بكلمة واحدة هو تحمل مسؤولية فقط، تحمل مسؤولية. نحن لما بدنا نزوجك بدنا نحملك مسؤولية، بمعنى أنك ستجد ثقلا وستجد مشقة. بقى هذا الرجل عم بيقول لي: أنا ما بدي أتحمل مشقة ومن أول خليني أترك، معنات الرجل أصلا ما له عارف لما جاء ليتزوج ليش جاي، هو ظن بأن الزواج هو ما يقال له في الأغاني وفي المسلسلات. الزواج يا شباب، الزواج يا بنات، هو تحمل مسؤولية، تحمل مشقة إضافية، لكن هذا التحمل يرفعك في الدنيا والآخرة ويرفعنا، هذا التحمل يرفعك في الدنيا والآخرة ويرفعنا. فأنت استعد، وأنا بقول يا بنات بلا ريب، يا أخواتي اللي عم تسمعوا أو اللواتي ستسمعنا، بلا ريب أنت عند أبيك وأمك مرتاحة أكثر منك عند زوجك، بلا ريب، لأنه عند أبوك وأمك الله يخلي لك أمك هي القائمة بمسؤوليات البيت داخل البيت، وأنت تساعدينها على سبيل النفل، وأبوك رجل عمره 50 سنة 40 سنة 60 سنة، هذا رجل صار له عم يشتغل 30 سنة، فجمع شيء، ادخر شيء، شكل حياة مالية مستقرة بطريقة ما. هذا الشاب اللي حنزوجك يا الآن مبتدئ، ما صار له 5 سنين عم يشتغل، ما زالت حياته المالية من دون استقرار. فأنت كنت في بيت في استقرار مالي، هلأ حتروحي إلى بيت أقل استقرارا، عليك مسؤولية. أمك من 30 سنة كانت تتحمل ما تتحملين. فيا أخوات ويا أخوان ويا شباب ويا رجال، نصائح حول الطلاق: لا، أول وحدة، لا تجعل الطلاق أول الحلول، الطلاق آخر حل، لأنه ما في أسهل من الطلاق. أنا مرات لما بساوي دورات تأهيلية للحياة الزوجية بنادي لأصغر ولد بيحضر حاضر معنا، مرات بيكون أب جايب ابنه معه، والحقيقة بوقفه جنبي بيقول له: تعا مو واقف هون نشوف، قول حبيبي، قول طاء، بيقول طاء، ألف ألف، لام لام، قاف قاف، بيكون عمره 6 سنين هذا الولد، بقول لهم: شايفين هلا هذا قال طاء ألف لام قاف، يعني مو رجولة أنت أن تقول طاء ألف لام قاف، ليك هذا أبو 6 سنين بيقولها، الرجولة أن لا تقولها. فلا تجعلوا الطلاق، طلاق صح حل، بس هو حل استثنائي. بس يا إخوان لما نشوف نسبة الطلاق
في سوريا ترتفع، معناتها نفهم بأن الناس والشباب والأجيال الجديدة ما تفهم إيش يعني زواج وإيش يعني طلاق. خمس نصائح أختم بها مباحث الطلاق المتعلقة بسورة الطلاق، بسورة الطلاق وبآيات سورة البقرة. واحد، لا تجعل الطلاق أول الحلول. اثنين، لا تتكلم وأنت غضبان، هذا يحتاج إلى تدريب. 80-90% من الذين، ما عندي الرقم بالضبط، بس يعني الغلب الغالبي من الذين يطلقون، يطلقون من دون عقل، من غضب. قل أن أجد، أنا جاءني يعني رجال هم يتدارسون في مسألة الطلاق عن عقل، بس قل 1-2-3-5-7-10، بس جاءني المئات إن لم يكن الآلاف خلال سنوات طويلة، كلهم طلقوا في أثناء الغضب، كلهم. ولو سكتوا لكان أحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غضب فليسكت. هذا بس بده تدريب. هلأ دربوا حالكم يا شباب اللي مالكم متزوجين، يا رجال دربوا حالكم، يا نساء دربوا حالكم. كم وكم من إنسان غضب فباع بيته، باع بيته، وقع البيع هو غضبان، خرب بيته الرجل. كم وكم من رجل غضب فباع سيارته. كم وكم من رجل غضب ففك الشركة بينه وبين شريكه. كم وكم من رجل غضب ساوى حادث سيارة. كم وكم من رجل غضب فطلق زوجته. هلأ في مرات يتدارك الأمر، بس في مرات كثيرة لا يتدارك. في مسألة يا أخوان، ما حكم طلاق الغضبان؟ الناس بتفكر وتأتي إلى الشيوخ وإلى المفتين وإلى فورا هيك الكلمة المتبادرة والمحفوظة لإلكم، حتى يعني إنه والله يا شيخنا أنا مبارح مرتي طالعت لي خلية، قلت لها أنت طالق، بس كنت طالع خلية، أنا كنت غضبان. هو يتوقع أنه معناته طلاق الغضباني لا يقع. الجواب: هل يقع طلاق الغضبان؟ الغضب ثلاثة أنواع: فغضب، فبعض الناس إذا غضبوا خرجوا عن عقولهم، صاروا مجانين. وبعض الناس إذا غضبوا ضبطوا أقوالهم وأفعالهم، عاقلين جدا لو غضبا. والنوع الثالث من الغضب بين بين، لا له مجنون ولا له عاقل. هلأ يلي إذا غضب جن هذا المجنون، لا يصح بيعه ولا شراؤه ولا أخذه ولا عطاؤه ولا وكالته ولا صرفه ولا زواجه ولا طلاقه. فطلاق المجنون لا يقع، بس هيك بده يكون مجنون. قالوا: كيف بدنا نعرف هذا المجنون؟ كيف بدنا نعرف هذا البني آدم مجنون؟ يعني هو بده الحقيقة بده يثبت، يحط لنا واسطة مشان نساويه مجنون، عرفت؟ بأم ما بيقع طلاقه. طيب كيف قال يعرف بأنه مجنون؟ قال: بحيث أنه لا يفرق بين أعلى الوادي وأدناه، ولا يفرق بين الماء والنار. يعني إذا في مي ونار ما بيعرف يفرق بيناتهم بهديك اللحظة. فهذا الآن أغلق على عقله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، بس يتسكر على العقل ما فيش طلاق. بس هدوم نادرين من الناس هيك. طبعا هذا موقف ما يحسد عليه، موقف غير جيد وموقف طفولي وموقف، هذا إنسان لا يصلح لشيء، لا تعتمدوا. إذا بتعرفوا واحد بس يغضب بجن، نصيحة هي عم بقول لكم رجالا ونساء، لا تعتمدوا عليه بشيء بنوب، بنوب لا تسلموا محل ولا سيارة، لأنه هذا بلحظة بجن، وإذا جن بكرة بيقلب لك السيارة بالوادي، وإذا جن بيروح بيترك المحل بيسلم مفاتيح للحرامي وبيركون. نصيحة لا أبدا لا يعتمد عليه بشيء. وبالجملة إذا جاءكم يتزوج لا تزوجوه، مو خرج. إذا ضربت براسه شي جنان، هلا في مرات واحد هو بيجي بيقول أنا أستاذ بس يضرب براسي عرق الجنان ما عاد بتحمل. أخي بس يضرب عرق الجنان لا تجي لعنا لك أنت، لا تجي تتزوج بنات العالم مدام بيضرب عرق جنان، لحتى تضبط نفسك ما يكون هذا العرق يمر بالمخ تبعك، لأنه أنت خطير، خطير، بتروح حالك وبتروح من وراءك وبتروح الناس، لا يعتمد عليك بشيء. يا شباب سامحوني، إذا واحدكم بيعرف نفسه هيك لازم تعالج حالك من الغضب. تبقى أسألني كيف بدي أعالج نفسي من الغضب، بس الآن الوقت لا يسمح أنه أخبره. على كل أحوال، الغضب ثلاثة أنواع. فالنوع الأول من يذهب عقله إذا غضب، هذا لا يقع طلاقه. النوع الثاني لا، من يضبط، يعني هو بيطلع خلقه بس ضابط كلامه وأفعاله
وحركاته متزن، وهيك لازم يكون المسلم. بيطلع خلقك كلياتنا بنغضب، بس كن متزن يا أخي في غضبك. لا تخلي الآخرين يضحكون عليك، لا تخلي الآخرين يصوروك. جاءت مرة امرأتهم قالت لي بأنه بنات حماي بيستغضبوني بيستغضبوني بيستغضبوني، حتى إذا غضبتوا بيشعلوا المسجلة وبيسجلوا لي شو عم بحكي. وبس يجي زوجي ويقعد هيك يعني التحكيم مع عمي، بيقولوا له اسمعوا اسمعوا شو قالت، اسمعوا والله هي شريرة، اسمعوا شو عم تقول. قالت لي والله يا أستاذ أنا بطول بالي خير الله، بس هم يستغضبوني وبعدين بيسجلوا لي شو عم بقول. يا شباب لا تكونوا خفاف يستخفنكم الذين لا يوقنون، خليك إنسان متزن. على كل، إذا غضب ذهب عقله لا يقع طلاقه، إذا غضب ضابط لأقواله وأفعاله يقع طلاقه. إذا بين كثير من الناس بين لا بيصير مجنون، بس بالمقابل مو كمان ضابط كل ألفاظه وأقواله، بيقع طلاقه. جماهير العلماء بأنه يقع طلاقه، يقع طلاق الغضبان. فصار بالنتيجة هل يقع طلاق الغضبان؟ الجواب نعم، إلا إذا فقد عقله، إذا فقد عقله ما بيقع. لذلك نصيحة يا شباب، لا تتكلم يا بنات، لا تتكلم وأنت غضبان، لأنه بعدين ستندم. نحن عم نحكي نصائح في الطلاق خمسة، وقد وجدتها من سورة الطلاق ومن آيات سورة البقرة في الطلاق. ثلاثة، استشر ثلاثة من ذوي العقول والتقوى والزم قولهم. أنا قلت لكم يا أخوان، إذا منطلع من هالدروس تبع سورة الطلاق وتبع آيات الطلاق، بس كلكم بعقلكم الباطن ما أحد بيطلق على الإطلاق، لتستشير ثلاثة من ذوي العقول والتقوى، بتقول لهم أنا أسطي كيت كيت كيت، طلق أو لا. بس هلأ بعد ما تستشير بدك تلزم قولهم، مو تستشير وتروح ما ترد عليهم، ما استفدنا شيء من الاستشارة. لذلك كل أخ لا سمح الله إن احتاج إلى الطلاق، وهو تشريع استثنائي، كل أخت إذا احتاجت إلى الطلاق مو على كيفك يا بنتي، بدك تستشيري ثلاثة من ذوي العقول والتقوى. إذا قالوا لك يا بنتي اطلبي طلاقا، تطلبي الطلاق، وإذا قالوا لا اصبري، بدك تصبري. وفي الصبر على ما تكره خير كثير. يعني الواحد ما دائما أنا والله كثير كرهان ومتضايق، شو علي شو علي، اصبر على ما تكره، في خير كبير يأتيك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فثلاثة، استشر ثلاثة من ذوي العقول والتقوى والزم قولهم. أربعة، مهما يكن من أمر، حتتصالحوا حتتطلقوا حتاخذوا مهلة، مهما يكن من أمر فالزم التقوى والعفو والمعروف والإحسان وحدود الله والإصلاح، ولا تنسوا الفضل بينكم. أنا لفتني يا أخوان، منين جبتون هدون أنا الكلمات؟ تقوى، العفو، المعروف، الإحسان، حدود الله، الإصلاح، ولا تنسوا الفضل بينكم. أنا لفتني، وأنتوا بس ترجعوا إلى البيت إذا سمحتوا رجعوا افتحوا المصحف. بدأت آيات الطلاق بسورة البقرة من عند الآية 226، ونحن هذه الآية التي نفسرها 241، من 226 لل 241 قريب، يعني 15 آية. لفتني أنه بهال 15 آية شوف تتكرر كلمات المعروف، الإحسان، العفو، الإصلاح، الفضل، إقامة حدود الله عز وجل كثيرا. نحن هلأ طلاق وناس متزاعلين ومتحاربين ومتخاصمين وبدون يتفارقوا، الله بيكرر كلمات المعروف، الإحسان، العفو، الإصلاح، إقامة حدود الله، الفضل. وردت كلمة المعروف وحدها فيها 11 مرة، 15 آية طلاق كلها طلاق وعلقان الشغلة، 11 مرة الله بيحكي المعروف 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 المعروف. يعني بدك تطلق بالمعروف، امساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. في حديث عن المعروف، عن الإحسان، عن الإصلاح، عن الفضل، عن العفو، عن إقامة حدود الله عز وجل. فيا إخوان، مهما يكن من أمر، نحن عم نتكلم نصائح في الطلاق، مهما يكن من أمر فلزم التقوى. بسورة الطلاق في صفحة واحدة الله عز وجل خمس مرات يذكر في التقوى، ومن يتق الله يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله، ومن يتق الله، الله أكبر، خمس مرات الله عز وجل يذكرك بالتقوى.
لأنه مرات واحد لما بده يروح يطلق بجوز جانب التقوى، فالله بيذكره بالتقوى. لذلك النصيحة الرابعة قبل الأخيرة، مهما يكن من أمر فلزم التقوى والعفو والمعروف والإحسان وحدود الله والإصلاح، ولا تنسوا الفضل بينكم. والله يا أخوان ما حدا بيناتكم، نسأل الله عز وجل أن لا يحتاج أحد منكم إلى الطلاق، لكن ما في واحد بيننا يحتاج إلى طلاق ويلزم هذه الأمور، والله لا يرفعنه الله في الدنيا وفي الآخرة، والله سيكون الفوز له والعاقبة له والخير له. لو الطرف الأخي الطرف الثاني ما عنده عفو ولا عنده إصلاح ولا عنده تقوى، أنت أخي دعه، وأنت يا بنتي مهما يكن من أمر إلزم التقوى والإصلاح والعفو والمعروف والإحسان وحدود الله ما استطعت. أما الخامس الأخير نصائح في الطلاق، أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. ربما أخطأت مع ربك فسلط عليك زوجتك، ربما أخطأت مع ربك فسلط عليك زوجك، ربما لم تشكر النعمة فسحبها الله منك. لئن شكرتم لازم أنت كنت في نعمة، كنت في نعمة أنت وزوجتك وأولادك، والحمد لله متوافقين متوادين إلى حد ما يعني، وفي مشكلات بس محاوطة. ليش هلأ مو محاوطة؟ شو صار؟ ما هي مرتك مرتك وأنت أنت. لعل واحدا منكم أساء مع الله فأدبه الله تعالى بزوجه. لذلك أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. نسأل الله عز وجل أن يحفظ أسرنا، نسأل الله عز وجل أن يسلم أسرنا، نسأل الله عز وجل أن يلقي المودة والمحبة والخير بين كل زوجين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.